تستقبل إسطنبول شهر رمضان المبارك عادة بأجواء روحانية عالية، ما يجعلها مقصدا للسياحة الدينية، غير أن رمضان هذا العام كان مختلفا عن غيره وخاصة للسوريين. حي الفاتح الذي يعتبر قلب إسطنبول النابض والعابق بالتاريخ استقبل شهر رمضان على غير عادته، فالأسواق باتت ضعيفة الحركة وأحيانا شبه خالية. أما القاطنون في الحي فيعزون السبب إلى تجاذبات الانتخابات البلدية وحملات التدقيق والدوريات المنتشرة في الشوارع، والتي أثرت بشكل واضح على الأجانب عموما والسوريين خصوصا في المنطقة التي كان لهم دور في تنشيطها. الانتخابات كتير عم تلعب دور كبير، حتى يعني من قبل الانتخابات نحن صرنا تقريبا حوالي 3 شهور لـ 4 شهور بشكل عام سوق الفاتح عليه شوية تكسيف من ناحية الأمن أو التدقيق هالشغلات، فبشكل عام اللي ما له شغلة ما بقى ينزل، اللي ما له شغلة ضرورية ما بقى يجي. حي الفاتح اعتبر طيلة السنوات السابقة نموذجا للتعايش التركي العربي بأسواقه وازدحاماته وروحانيته وجامعه الشهير والمظاهر الإسلامية في الحي، وهذا ما جعله مقصدا للسوريين وجعله محط تنافس بين الأحزاب السياسية التركية. مسألة الفاتح بتضل مذكورة، خصوصا هذه المنطقة حاليا نحن متواجدين فيها، بتضل مذكورة في البرنامج الانتخابي لكثير كثير من الأحزاب، حتى عم نشوف أحزاب يعني تعرف حالة إسلامية أو يمينية بتذكر كمان الوضع أنه لازم يتصلح بالفاتح وأنه لازم نخلي الفاتح أو نرجع الفاتح لأصحابها الحقيقيين. السنة هي عن السنة الماضية، في أول شيء فيك تلاقي الفرق، الضغط الأمني الموجود اللي أدى لترحيل عدد كبير من السوريين، هذا الشيء عطى النسبة ما ضلت النص من اللي كانت رمضان الماضي، يعني شوفت عينك السوق رمضان الماضي كان أدها 100 مرة. أمير يا أمير بدلوا على السوس. وفي ظل التنفس السياسي في الانتخابات البلدية والتجاذبات التي تلقي بظلالها على اللاجئين، يعيش السوريون مرحلة جديدة من التوتر في شهر رمضان المبارك، لا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد من جهة، والتعقيدات والصعوبات القانونية التي يواجهونها من جهة أخرى.